الضاحية الجنوبية لبيروت قررت أن تبادر إلى رفع نفاياتها بعد 7 أيام، وأوجدت مكانا لجمعها بين سور المطار والطريق العام لم يتسنى لنا الوصول إليه. احنا عم نلم النفايات حتى ما يكون هناك ثورة شعبية في المنطقة، وأنا بقول بكل صراحة إذا بقيت النفايات ستشتعل الحرائق في كل شارع، ولن يبقى لا طريق مطار سالم ولا طيران مدني سالم إذا استمرت الأمور بهذه الأهمال. ينفي الخنس أي تحذير من خطر على سلامة الطيران المدني، ويؤكد أن معالجة نفايات الضاحية مرعية سياسيا. متفاهمين مع القوى السياسية في الضاحية وغير الضاحية الجنوبية من أجل الحفاظ على أهلنا وناسنا وإخواننا، وما حدا يبعث لنا إنذارات لأنه مش محتاجين نحن لإنذارات من حدا، يجوا ينطفوا حواليهم بعدين بيحكوا معنا. في الضاحية طويت مستوعبات سكلين، ورئيس بلدية الغباري يقول إن كل ما يحصل هو مخطط من أجل تمديد العقد لسكلين. أنا ما أدري يعني كيف بيتلزم مناقصة في لبنان في بيروت وضواحيها فيها ملايين الدولارات من الأرباح وما بينزل عليها حدا، يعني أنا يعني بوقف في علامة استفهام كمواطن وكمسؤول عن بلدية ولي علاقة بالعديد من البلديات. يقول أكثر من رئيس بلدية أن هناك مساعي من أجل جمع قرارات لحوالي 30 مجلس بلدي يطالبون بالاستعانة بسكلين، وتجمع هذه القرارات لدى مجلس الإنماء والإعمار تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء من أجل تمديد العقد المنتهي معها. ده بدهم قرار مجلس بلدي نبعته على الإنماء والإعمار، بس حتى بلدية بيروت عملت قرار وغير بلديات بعض البلديات عملت، بس برضه بالإنماء والإعمار عم بيضل الملف موجود عندهم، الملف ما عم بيروح يعني على السكلين بتشتغل، لأنه السكلين بتقلك وين بدي أحطهم، في مشكل يعني، بس إنه بقى عم بيجمعوا القرارات تحت. أنا ما أخذت قرار، لا أنا الدولة لما لزمت ما أخذت رأيي من 20 سنة وأكثر، ولليوم كل شيء عم بيصير ما تاخذ رأيي. اليوم ليه بدهم رأيي؟ ليه تحت الضغط بدهم كل شيء منا؟ ما بيصير هيدا. النفايات تجتاح المدينة وتتمدد بطولها وعرضها، تحتل الأرصفة ومداخل الأزقة، وتتوسع داخل الأماكن السكنية، ولا من يعالج ولا من يرد. بلديتا فرن الشباك والحزمي قررتا رفع النفايات من الأرض وجمعها في قطعة أرض بين المنطقتين بانتظار أن ترفعها الدولة وتعالجها، وهذا التدبير على خطورته لا يصلح لأكثر من أسبوعين. في صعوبة، شغلة صعبة، منا شغلة هينة، بس عم نحاول قدر المستطاع انه نحط زبالة برات المنطقة هلا، نودع بمطرح بعيد عن العالم ما بينضر حدا منه، مشان نرجع نعطيها للشركة اللي بدها تلتزم. روائح الصفقات لا تغطيها روائح السموم المنبعثة من بعض المكبات التي يتم حرقها بشكل عشوائي. كلمة تفوه قليلة على هكذا مشهد بيئيا وسياسيا.